دي ما ضربتش. اه ممكن تكون النار طفت ولا حاجه. جايز. طب لو ده ما ضربتش دلوقتي احنا نطلع من هنا ازاي؟ نطلع؟ مش هنطلع. مد ياد يا انديز، شكل المدعو حامد ده هيعمل مصيبه الليله، على الله نلحق. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ حق كم قتيل وكم جريح؟ كم؟ كتير، لسه بيعدوهم بره سيد الجنرال. ابعت ظابط على شبرخيت وظابط يطلع القاهرة يجيبوا سلاح وذخيرة وبارود، وعايز 4 كتايب فرسان و4 كتايب مشاة يجيبوهم معاهم من هناك. تمام سيد الجنرال. وأمر بونابرت بإحضار كل العمال اللازمين لإصلاح وتجديد الأجزاء المهدمة بالقلعة والانتهاء منها بأقصى سرعة ممكنة. لم يكن يطيق أن يرى هزيمته ماثلة أمام عينيه.